الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وزاده سبحانه وتعالى تعظيما ومهابة وتشريفا. أحمده سبحانه ربي وأشكره وأسأله التوفيق والتوبة والإنابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والمثل والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ إلينا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بإذنه الغمة، دعانا إلى الحق البصير، ما تركنا ما ترى خيرًا إلا دلنا عليه، وحذرنا من كل شر مستطير. الذي جاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام والمسلمين، أمة الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، اتقوا الله سبحانه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا الله جل في علا على ما هداكم وأنعم عليكم للإيمان والإسلام، الذي أعطاكم الإسلام والإيمان بمنه وكرمه وجوده وفضله، وشرف لكم ببعثة خير الأنام محمد صلوات الله عليه وسلامه. أيها الأحبة في الله، من توكل عليه كفاه، ومن اتقى الله كفاه، فتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين، وادعوا ربكم فإن ربكم مجيب الداعين. فكم لله من نعم على عباده سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فمن الذي أيها الإخوة، فمن الذي رزقنا غير الله سبحانه؟ من الذي خلقنا غير الله؟ من الذي من علينا بالسمع والأبصار والأفئدة غير الله؟ من الذي أنعم علينا بالعقول والقوى غير الله؟ وإن تعدوا نعمة الله عباد الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكان حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق على الإطلاق في عبادته وتوحيده. لا رب لنا سواه، ولا إله لنا غيره، هو الله الواحد القهار، إنه الملك المختار، العزيز الجبار. فكونوا عباد الله شاكرين لنعم الله، ذاكرين مقرين لنعم الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم والسبل الهادية إلى سواء السبيل، فهو الله جل في علا أرسله رحمة للعالمين، كما جعله حجة على الخلائق أجمعين. انظروا ماذا قال سبحانه في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة في الله، اختار الله سبحانه وتعالى لعباده من الأمكنة المباركة. إن الله سبحانه وتعالى جعل خير الأماكن لعباده المؤمنين المسلمين، خير الأماكن هذا البلد الحرام عباد الله، من خير الأماكن وأجل البقاع وأشرفها وأعظمها، اختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل عرصاته مناسكا للحج والعمرة، وأوجب عليهم أي على عباده الإتيان إليه من كل فج عميق، فيدخلونه متذللين متجردين عن لباس أهل الدنيا متواضعين. ولقد جعل الله سبحانه هذا البلد آمنا مباركا وهدى للعالمين، يجدون عنده الهدى من الله سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي
ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة رسوله. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكونوا عباد الله متمسكين هذا الدين، واستقيموا على الإيمان حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشودة، إلى الهدف المنشودة، رضا الله عز وجل. فكونوا متخلقين بأخلاق النبي، متأسين بأسوة النبي الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشودة، رضا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه تعالى هو التواب الرحيم، إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وغفر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادات الغرر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل مرسة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واتركوا المعاصي. أحذركم عباد الله عن محارم الله وعصيانه. أبنوا حياتكم عباد الله حياة صالحة، مرضاة خاشعة مرضاةً بتقوى الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين، وعلى إمام المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما أمركم العزيز الكريم في الكتاب الكريم والمجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والهنود والملحدين يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أهلكهم كما أهلكت فرعون وقومه، اللهم أهلكهم كما أهلكت النمرود وفرعون وقومه. اللهم أهلكهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم وعدو المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وانصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.